اهلا بحضراتكم مشاهدينا. دلوقتي احنا موجودين داخل الحي الدبلوماسي، وبالتحديد موجودين داخل المدرسه البريطانيه. المدرسه البريطانيه موجوده وبتتنفذ النهارده على ارض العاصمه الاداريه الجديده. هنعرف كل التفاصيل من المهندسه حنان هيكل، مساعد العضو المنتدب للشؤون الفنيه لشركه العاصمه الاداريه للتنميه العمرانيه. مساء الخير يا باشمهندسه. مساء الخير استاذه رانيا. دايما بننقل مع حضراتكم كل تفاصيل داخل ارض العاصمه الاداريه الجديده، والنهارده احنا موجودين مع حضرتك داخل المدرسه البريطانيه. لو تدينا نبذه عام عن المدرسة. المدرسة اللي هي ويكام أبي دي واحدة من أعرق المدارس في بريطانيا، اللي بتتميز دايما بأنها بتحقق أفضل النتائج الأكاديمية. هي مدرسة عريقة انشئت تقريبا في آخر القرن 19، يعني واحتفلت السنة اللي فاتت بمرور 125 سنة على إنشائها. عندهم أربع فروع خارج بريطانيا، وبالتحديد داخل جنوب شرق أسيا، لكن هم اختاروا العاصمة الإدارية عشان تكون نواة لمجموعة من المدارس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. المدرسة بتوفر نوعين من التعليم البريطاني، اللي هو IGCSE اللي هو الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي، وشهادة الاي بي الانترناشنال بكالوريا. اهم حاجة بتميز المدرسة انه الخريجين بتوعها بسبب النتائج المرتفعة بيقدروا ان هم يلتحقوا بالجامعات الرفيعة في بريطانيا وخارج بريطانيا، والاحصائيات بتقول ان يمكن 35% من الخريجين بيلتحقوا بأكبر جامعتين دوليا اللي هم كامبريدج وأكسفورد. يعني نقدر نقول ان المدرسة دي من اهم واكبر المدارس في بريطانيا، والنهاردة هي موجودة داخل العاصمة الادارية الجديدة. بالظبط كده. طب لو احنا اتكلمنا عن تفاصيل بقى، يعني حجم التنفيذ، لو حضرتك تشرحي لنا دلوقتي حجم التنفيذ وصل لحد ايه؟ هو تم تخصيص الارض في العاصمة الادارية، تحديدا في الحي الدبلوماسي، والإنشاءات خلصت كلها والوجهات، وإحنا حاليا في مرحلة التشطيبات الداخلية. إمتى يتم الانتهاء من التنفيذ بالكامل يا باشمهندس؟ الانتهاء من التنفيذ هيتم في شهر إبريل إن شاء الله، وعندنا خطة لاستقبال التلاميذ. هنبتدي من أول أولى حضانة بالكتير قوي لحد الفصل يعني التالتة أو رابعة ابتدائي، لأنه مدرسة ويكام أبي بتهتم قوي ببناء شخصية التلميذ، مش بس الناحية الأكاديمية، فبالتالي بنبتدي نشتغل عليهم من هم صغيرين عشان نقدر نوفر لهم اللي هو التعليم بالنهج الشمولي أو الهوليستيك أبروتش، وده ما بينفعش ان هم يكتسبوه ويكتسبوا القيم والمبادئ اللي بتوفرها مدرسة ويكام أبي إلا من الصغر. دايما بنشوف شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مهتمة جدا بالتعليم، بالأخص قطاع التعليم. هل دي خطة من البداية، ولا يعني ده في الفترة القريبة بس بقى بنهتم بجزء التعليم؟ لا بالتأكيد، لأنه كمان ملف التعليم ده بيحظى باهتمام كبير قوي من القيادة السياسية، وده طبعا تم مراعاته في تخطيط المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث انه اختيار اماكن المدارس اللي هي وصلت لتقريبا تم تخصيص 105 قطعة ارض لمدارس بطاقة اجمالية حوالي 7500 فصل، في منهم يمكن 18 مدرسة شغالة. تم اختيارهم بعناية بحيث ان يسهل الوصول للمدارس وان هي تخدم شرائح كتير من المقيمين في العاصمة. يعني حضرتك قلت لنا النهاردة ان المدرسة البريطانية هتبقى شغالة ان شاء الله في ابريل اللي جاي. لا هينتهي التنفيذ في ابريل. امتى هنشوفها شغالة على الارض؟ يعني احنا هنبتدي باذن الله يعني في سبتمبر القادم، السنة الجديدة سبتمبر 2024. يعني آخر السنة هنبقى شايفين الطلاب موجودين بالفعل داخل المدرسة بإذن الله إن شاء الله. طيب لو حضرتك تكلمينا على التشغيل، يعني مين اللي هيكون مسؤول مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أو إزاي هيتم تشغيل المدرسة بشكل عام؟ إحنا أنشأنا شركة بصفتنا إحنا المالك للأرض وللمدرسة مع شركة WMC اللي هي متخصصة في إدارة المشروعات التعليمية، ودي هتكون أول مدرسة هتديرها الشركة الجديدة اللي هي اسمها المؤسسة التعليمية. هي هتدير المدرسة بشكل عام. بالضبط، لأنه هي شركة WMC عندها تعاقد بتمثيل ويكام أبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. باشمهندسة حنان، وضح لنا هل في مدارس أخرى هنشوفها برضو الفترة القادمة
في خطط مدارس كبيرة داخل العاصمة الإدارية الجديدة؟ بالنسبة لتحالف شركة العاصمة مع شركة WMC اللي هي المؤسسة التعليمية، طبعا بخلاف الخطط اللي عندنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن احنا حاليا في مرحلة تفاوض على إدارة مدرستين تانيين لويكام أبي، واحدة في 6 أكتوبر والتانية في اسكندرية. في اسكندرية كمان عندنا مخطط أو فكرة لإنشاء مدارس متخصصة للتلاميذ ذوي القدرات الخاصة والمتلازمات المختلفة، زي مثلا فرط الحركة، التوحد. كل ده احنا كدولة بنهتم بيه جدا الفترة دي. طبعا، لأنه طبعاً التعليم لازم يهتم بجميع فئات التلاميذ. صحيح. والطلاب. صحيح. هل احنا الفترة الجاية هنشوف خطط تانية لقطاع التعليم مهتمة بيها شركة العاصمة الإدارية؟ بالتأكيد، احنا في المؤسسة التعليمية مش بس مهتمين بتلاميذ ويكام أبي أو المدرسة البريطانية اللي هتكون في العاصمة الإدارية الجديدة، احنا بنشتغل على محورين مهمين جدا. أول محور هو إن احنا هندرب المدرسين اللي في المدارس الأخرى عشان نقدر نرفع كفاءتهم وقدراتهم التعليمية. المحور الثاني، وده محور مهم جدا، ان احنا هنشوف مدرسة من المدارس اللي بتحتاج للتطوير، وليكن مثلا في الصعيد او في الوادي الجديد، ناخد المدرسين بتوعهم ندربهم نرفع كفاءتهم، يرجعوا تاني مدارسهم يدرسوا الطلاب، وممكن عند تالتة اعدادي ناخد الطلاب المتفوقين مثلا 2 أو 3 يكملوا في ويكام أبي اللي في العاصمة الإدارية بمنحة. ده طبعا كله من تحت المسؤولية المجتمعية للشركة. ده هيكون أحد مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسة التعليمية، وكمان عشان نبقى عندنا دور إن احنا نساعد في تطوير العملية التعليمية لشرائح كتير من المجتمع. مهم جدا الاهتمام بقطاع التعليم الفترة دي، وكمان القيادة السياسية مهتمة جدا بقطاع التعليم، واحنا سعداء إن المسؤولية المجتمعية من أهم الحاجات اللي فيها داخل العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الاهتمام بالتعليم. أنا بشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله سبتمبر القادم هنكون متواجدين مع حضرتك هنا ونشوف فعلا المدرسة شغالة وحجم التشغيل هيكون فيها على أرض الواقع بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا.